بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح كيف نستعمل برنامج مهم عند بدءك بالعيش في كندا. يعني أول ما تجي كندا حتحتاج يعني أول شيء للتنقل في حال ما كان عندك سيارة، وغالب الناس ما يكون عندهم سيارة. بالتالي للتنقل يعني بنصحك تنزلوا هذا البرنامج، بنصحكم تنزلوا هذا البرنامج اللي يلقب به أو الذي يدعى به ترانزيت. ترانزيت هي عبارة عن اختصار للترانزيشن، معناتها الانتقال. التطبيق شكله في روتس. التطبيق من دوافعه إنه يعني سهل على الناس كيفية إيجاد الباصات. طبعا كل باص هون بكندا له رقم معين. طبعا كل مدينة أو كل ولاية، يعني كل مدينة بالولايات أو عفوا بالبروفنسز بيكون لهم رقم معين. فأنا مثلا أنا بدي مثلا حاليا بدي أذهب للوكيشن معين، ماشي؟ فهون بيعرض لي أقرب الباصات الموجودة عند هذا المكان. على سبيل المثال أنا مثلا بدي أروح لمكان اسمه كينغستون سنتر، كلمة علي نقول get direction أو show nearby lines أو add to favorite، فأنا بقول get directions. فبيقول لي أنا فيني استعمل باص 12، فبضغط عليه. فبالتالي بيقول لي إنه أنت أول شيء بدك تعمل شو، بدك تمشي، يعني أنا هذا مكاني، هذا الخط الأبيض معناته أنا بدي أمشي لهاي النقطة، وهو قريب هون جدا، بما أنه قريب هون أنا بدي أمشي من هالنقطة للنقطة الفلانية هاي. فبالتالي هون بيكون الليف تبع الباص، الديبارتمنت تبع الباص بيكون بالموقع هذا الرمادي أو عفوا البنفسجي. فبالتالي كل ما عليك أنك تذهب هناك أو تقول له go. فبالتالي إذا عملت go بيعمل لك نوتيفيكيشن عن الباص انه حيروح حيجي، او انه يعني انا اذا في حسب المثال كبست انيبل نوتيفيكيشنز قلت له الله مثلا، حيقول لي هاري اب، حنعمل انيبل اكتيفيتي موشن اكتيفيتي. فهم بيقول لي انه الباص هون، لما انا اكون هون بيقول لي الباص حيجي مثلا بعد منت، باص حيصل بعد منت، لما تركب عليه بيكون في صورة باص ايضا. مثال اخر، بدي اروح مكان اخر، حسن مثال بدي اروح مكان اخر، حسن مثال بدنا نروح مثلا، طبعا انا بختار اي شيء، انا بدي اروح مثلا على تيم هورتن، خلينا نختار لوكيشن اخر، انا قريب علي تيم هورتن هون. فبدي اختار واحد بستورز بيرسون ستريت، فايضا باللي باص 12، يعني بدي اروح لهون بعدين بدي امشي لعند اللوكيشن. بس وايضا كمان انا بدي اروح مثلا على اي مكان 2A5 كينغستون افنيو مثلا، فايضا بيعطيني باصين ان انا بدي استعمل باصين، بيقول لي انه انا بدي اكون بهالبقعة وامشي لعنده لهول عند المكان الرمادي او البني الفاتح، والباص حيمشي حتى لهون، بعدين تمشي على الباص الاخر اللي هو 11، بعدين تروح للهدف تبعك. طبعا جوجل بيقدر انه يوفر لنا هالخدمة، بس الفرق انه هون في سهولة أكبر، هون بيعرض لنا كل الباصات المتاحة، بيعرض لنا إمتى حيروح ويجوا بشكل متزامن سينكرونايزلي. بصير في سينك للبيانات، بيسموه ريل تايم أبليكيشن. فبيكون في شيء اسمه سينكرونايزيشن هي عبارة عن تزامن.
فأي دقيقة أو أي تم تحدث بيصير في تحديث عندك هون. مثل هون شايفين صار 46 دقيقة حيجي الباص، أو مثلا هون حيجي بعد 24 دقيقة، ويظن التفاصيل متى مثلا حتوصل والشوارع اللي انت حتمر فيها. مثلا هون حيوصل عن كينغستون سنتر ترانسفير بوينت، والأخير حيوصل على الساعة 7:25 7:25 PM. وهذا كان، وأيضا قبل ما نلغي الدرس في هون فيك تعمل هون ريفريش في حال إنه في باصات أخرى متوفرة بعد وقت معين، فيك تعمل له ريفريش، فيك تعمل له ليف ناو ليف آت. مثلا بدك انت هلا بدك توقف، بدك توقف بوقت معين، مو هلا بدك توصل بوقت معين، فبعرض لك انسب الباصات لهذا الشيء بهالليست هون. بلكم من current location يعني من المكان الحالي للوكيشن معين، او فيك تمسح الكرنت لوكيشن وتختار مثلا بيتك الاوريجين، المنطقه اللي حتبدا منها للمنطقه اللي حتروح اليها. وهذا كان الدرس، يعني اتمنى يكون سهل وبسيط، ويعني اكرر هذا درس بناء على طلب خالد الراشد اللي بده يساعد اي حدا بده يسال، يعني يرمي كومنت او يرمي فيدباك، يعني whatever the feedback is or whatever the means is you could like just comment if you need anything. شكرا للجميع.